السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا تحليل مباراه الجوله الخامسه من الدوري الفرنسي ليك ان بين باريس سان جيرمان وكليرمون فوت، واكيد كيف العاده اللي كيهمنا هو فريق باريس سان جيرمان بقياده المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، واللي كيدخل بالتشكيله لاول مره الحارس الايطالي جيان لويجي دوناروما، كقلب الدفاع ماركينوس وكيمبيبي، كظهير ايمن المغربي اشرف حكيمي، وكظهير ايسر ديالو. اما ثلاثي خط الوسط عندنا إدريسا غاناغي بيريرا والإسباني أندري هيريرا. أما في خط الهجوم كجناح أيمن رافينيا، وكجناح أيسر الألماني دراكسلر، وكقلب هجوم الفرنسي كليان بابي. وقبل بداية المباراة كان فريق باريس سان جيرمان كيحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة 12 نقطة، أما فريق كليرمون فوت فكان كيحتل المركز الثالث ب 8 نقاط. بداية المباراة شفنا فريق كليرمون فوت على غير المتوقع كان ضاغط على فريق باريس سان جيرمان، بل أكثر من هذا، حتى فاش كانوا كيهاجموا بأكثر من لاعب، يعني لاعبين نيت بالنيت ضد فريق باريس سان جيرمان، بالاضافه الى التمركز والانتشار الجيد ديالهم وسط الميدان. والملاحظ ايضا انهم كانوا مركزين بزاف على الجهه ديال اللاعب ديالو، لانهم عارفين انها نقطه ضعف لباريس سان جيرمان. ولكن اول لقطه للمغربي اشرف حكيمي كانت في الدقيقه الخامسه بعد ما تمركز وخلق راسه مساحه وراوغ المدافع، ولكن للاسف كنا كنساينو يفرابي لابال او يبروسيها، ولكن هو فضل يمررها وللاسف تقطعات. اما في الدقيقه 19 كيجي الهدف الاول لنادي باريس سان جيرمان عن طريق الاسباني اندري هيريرا، بعد مجهود جبار من اشرف حكيمي، استغل المهاره والسرعه وراوغ المدافع، باس ديالو اللي في نفس الوقت كانت تسديده اللي كيتصدى ليها حارس كليرمون فوت، وبذلك كترجع لاندري هيريرا اللي سجل منها الهدف الاول. مره اخرى اشرف حكيمي كتستمر الديناميكيه ديالو بعد ما استغل المساحه وفارق السرعات اللي كيتميز بها، واللي خلاته يعطي باس اكثر من رائع، ولكن للاسف لم يستغل من اللاعب دانيلو. ايضا شفنا الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقه 31 مره اخرى عن طريق الاسباني اندري هيريرا، اللي كل بصراحه كان محظوظ في هذه المباراه. اما الشوط الثاني كان طبق الاصل من الشوط الاول، فريق كليرمون فوت دخل ضاغط بجميع الخطوط، خصوصا هذه اللقطه كما كتشوفوا جميع لاعبي كليرمون فوت في النصف الثاني من ملعب باريس سان جيرمان، واللي خلاهم يدفعوا الثمن غالي بعد ما هرب لهم الغول الفرنسي كليان بابي اللي لقى المساحه اللي كيبغي، وبذلك يراوغ لك الحارس وكيكسلو وسجل الهدف الثالث. واللي كيهمنا اكيد هو ان اشرف حكيمي دار ماتش كبير بزاف كيف العاده ديالو، وبكل صراحه باريس سان جيرمان واخا كتربح الماتشات ولكن مازال خاصه الخدمه، وهذه مهمه ديال المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. وختاما كيبقى راي ديالكم في تقييم اداء المغربي اشرف حكيمي في مباراه اليوم امام كليرمون فوت. كيف العاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.